السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بنقول ان الصحة والتعليم اساس تقدم اي مجتمع. في الاطار ده مجمع الجنائي الطبي للقوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لاعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال وصحة الطفل هيعملوا المؤتمر الاول لتطوير طب الاطفال المجتمعي في مصر. المؤتمر في اطار اطلاق مشروع حلمنا تحت شعار صحة ولدي نهضة بلدي، عشان يكون عندنا أجيال واعية وصحتها كويسة يكونوا قادرين على تحقيق كل اللي بنحلم بيه بجد. برحب بالدكتورة عبلة أحمد الألفي المدير التنفيذي لمشروع حلمنا والممثل الإقليمي بالشرق الأوسط للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وبرحب بسيادة سفير ناصر الشربجي سفير النوايا الحسنة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وبرحب بالدكتورة عمرو حسن سفير التنمية العربية ومدرس أمراض النساء بكلية الطب جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة عبلة، يعني مشروع حلمنا جملة قصيرة جدا لكن أكيد تفاصيلها كتير قوي، إيه تفاصيل هذا المشروع؟ حلمنا مين هم إحنا؟ إحنا أطباء أطفال مصر. حبينا نقول لأولادنا إن إحنا مش هنسكت تاني، إن إحنا عايزين نطور خدمات طب الأطفال المجتمعي اللي هو يعتبر قاعدة الهرم اللي هو في آخره المستشفيات. نعم. فإحنا بنقول إن طب الأطفال مش مستشفى، طب الأطفال مجتمع، طب الأطفال يعني طفل في بيته، في مدرسته، في مجتمعه، في المراكز الطب المجتمعي، في الرعاية الطبية الأولية. لو قدرنا نشتغل على دول كلهم ونطور خدمة طب الأطفال في الحتة دي يبقى احنا أنقذنا أطفال مصر من أمراض كثيرة جدا، خفضنا نسبة الوفيات، خفضنا نسبة الأطفال المعاقين، خفضنا نسبة الأطفال اللي عندهم أمراض نفسية. مش هيحصل الخبر اللي سمعته قبل ما أدخل إن بنت في ابتدائي تموت شنقا علشان عندها أزمة نفسية. لو دي اتلحقت من بدري ودكتورها قدر يشخصها ما كناش سبناها تموت. حضرتك بتقولي لو قدرنا نعمل ايه عشان نقدر؟ ان احنا نبقى جنبهم، ما يتسابوش لما يعيوا ويعيوا قوي ويعيوا قوي واهليهم يروحوا يدوروا على حد ينقذهم فاحنا نكون موجودين. لا، الدكتور دوره من ساعة ما الام تفكر تحمل، لا من ساعة ما الكابل يفكر ان هم يتجوزوا لغاية ما الطفل يبقى 18 سنة، لازم اول حد يكون جنب الطفل هو دكتور. وعشان كده احنا كدكاترة الاطفال لما اجتمعنا مع بعض وكلمنا كتير قوي قلنا البلد فيها ما يكفيها، واحنا ما عندناش هنقول احنا حقوقنا ايه، احنا هنقول احنا ممكن نقدم ايه، ولما نقدم ونقف جنب البلد كويس قوي اكيد البلد هتعرف ترعى دكاترتها بدل هم رعوا اولادهم. وحضرتك يعني احنا عندنا يقين انه عندنا 35 مليون طفل، احنا اطفالنا 40% من الشعب، دولت اللي هيشيلوا الرايه في اللي جاي. لو الدوله وحكومتها مسؤولين في انهم يبنوا البلد اقتصاديا في الوضع الحالي فاللي هيشيل ده هو الولاد. الولاد دول مش هنسيبهم يضيعوا تاني، مش عايزين 30 سنه تانيين يكونوا وحشين. الدكاتره كلهم واقفين معاكم في ده ولا احنا ولا بنلم الدكاتره ولا يعني الدكاتره عندهم برضه فيهم ما يكفيهم من مشاكل؟ والله احنا بنحاول نعكس الايه ونقول بلاش النيجاتيف ثينكينج، بلاش التفكير السلبي، خلينا نكون ايجابيين. والحقيقه احنا معانا مجموعه كبيره جدا من شباب الاطباء، ومش بس الاطباء، ده احنا عندنا طلبه في كليات الطب في السنوات النهائيه. يعني انا كل يوم بيجي لي ناس، احنا فتحنا صفحه على الفيسبوك والنهارده عملنا لونج الويب سايت وشبابنا منتشر ما بين الدكاتره، كل يوم بيضيف لنا ناس، كل يوم بيضيف لنا ناس. في دكاتره بيقولوا لي يعني ما نسافرش يا دكتوره عبله، يعني في امل، يعني ممكن نقعد ونكمل، يعني ممكن نشتغل، ممكن نتعلم احسن. فهي الفكره كده ان احنا بنقول طب الاطفال عباره عن دكتور وطفل، ده التارجت بتاعنا، هنعالج الطفل وهنعلم الدكتور. سيد سفير، يعني كمؤسسه تنميه مستدامه، يعني ايه مشاكل التنميه المستدامه؟ يعني احنا بنقول تنميه دي مشكله ومستدامه المشكله بتبقى اكبر، واحنا بنتكلم على اطفال فاحنا بنتكلم على موضوع حساس جوه مشكلتين التنميه والمستدامه، هتعملوا فيهم ايه؟ حضرتك اولا احنا مؤسسة مصر للتنمية للصحة والتنمية المستدامة داخلة بالتعاون مع مشروع حلمنا، ده جزء من الشغل بتاع المؤسسة. لكن مؤسسة مصر للصحة والتنمية من أكتر من 6 شهور لقينا إن احنا لازم نشتغل على أرض الواقع. طبعا برضو معانا مجموعة من الدكاترة علشان الحتة اللي حضرتك سألت الدكتور عبلة فيها،
مع يمكن اكتر من حوالي 12 دكتور وكلهم اساتذه. اسسنا المؤسسه دي، هدفنا غير الصحه التنميه المستدامه. انا النهارده بنعم في الخير اللي فيه البلد، بكره ابني مش هيلاقي حاجه. التنميه المستدامه ان انا لما كمان 10 15 سنه اولادنا يلاقوا خير البلد. المشكله ان كل جيل بيجي بينهب الخير بتاع الاجيال اللي جايه. فقلنا ان يبقى من ضمن الصحه، والصحه دي جزء اصيل طبعا في التنميه، فخلينا ان التنميه المستدامه هي نشتغل على محور ان انا ازاي اوفر في ميزانيه بلدي فلوس من خلال الصحه. لان انا راجل اقتصادي، لكن فكره ان الصحه هي يعني هي مش فكره، هي ازاي اخلي مبدا، هو المبدا بتاع حياتنا عموما، صحتنا. هو في اكتر من الصحه. فالدكتوره عبله طبعا لما عرضت مشروع حلمنا واتفقنا ومضينا بروتوكول، احنا داخلين معاها في مشروع المسانده للمشروع حلمنا. وبالنسبه لمصر للصحه والتنميه المستدامه، ده يعني ده موضوع كبير طبعا، يعني محتاج لسه تفاصيل، لكن احنا داخلين معاها شراكه يعتبر في مشروع حلم ان شاء الله. دكتور عمرو، يعني احنا اول مره نلتقي، لكن مش اول مره كنا نتكلم، يمكن اتكلمنا اكتر من مره، وحضرتك دايما عندك يعني قضايا بتتبناها، قضايا نبيله جدا. حضرتك النهارده سفير للتنميه العربيه، يعني هنا بنتكلم على التنمية العربية بشكل عام، ولا التنمية العربية فيما يتعلق بالطفل، وإيه الصلة في ده بوضع صحة الأطفال في مصر؟ يمكن الاستثمار الحقيقي مش في المباني. ناس كتير تفهم ان الاستثمار في المباني، انا بقول الاستثمار في البشر، واغلى بشر عندنا هم اولادنا، واللي هيربي اولادنا هم الامهات. فيمكن انا كشغلي كدكتور نساء وتوليد في الاصل، يعني انا مدرس نساء وتوليد، شغلي ان احنا نحاول ان احنا نساعد الستات. يمكن كان احد المشاريع اللي طلعناها من مؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه كان كامبين، حمله عاملينها اسمها انت الاهم. انت الاهم بنحاول ان احنا نضمن للستات بيتر كواليتي اوف لايف، عاوزين الست تعيش احسن. العيشه الاحسن دي سواء ان هي فيزيكال او منتال، ان هي تكون صحتها احسن، فكريا هي احسن، نحاول ان احنا نوصل بيها للصحه احسن. يمكن اللي ليه علاقه هنا بالطب الاطفال، بقول دايما في مصر اول طفل غالبا هو اللي بيكون الاسره عاوزينه، تاني عيل يقول لك لا غلطه، طب تالت عيل غلطه، رابع عيل غلطه، بيجيبوا العيال في اوقات هم قد يكون لسه الاهل مش مجهزين يصرفوا عليهم. فيمكن دوري كطبيب نساء وتوليد حتى ان احنا بنحاول ننشر فكر تنظيم الاسره والكونتراسبشن، ان احنا يبقى في سبيسنج بين كل حمل وحمل. الست اللي هتولد مره واثنين وثلاثه واربعه ورا بعض من غير ما تريح، هي دي اللي هتبقى مهلكه بدنيا وذهنيا، هي دي اللي مش هتقدر تخلي بالها من عيالها، هي دي اللي مش هتقدر ان هي تربيهم. ودايما بضرب مثال بقول في القصر العيني، مره واحده كانت جايه بتولد عندنا، هي حامل في جنينها الخامس، لما بسالها حضرتك عندك كام سنه؟ قالت دكتور ما اعرفش، بص في البطاقه. لما بصيت في البطاقه قالت عندها 20 سنه. بس 20 لما سنة؟ 20 سنه كنت قلت لك 27 مثلا. لا لا لا، عندها 20 سنه أفضل. بس لما تبص في وشها تحس ان عندها حاجه 40 سنه. اقول ان الولاده المتكرره المتعاقبه ورا بعض بتسحب من رصيد الست، والست دي في الاخر مصيرها غالبا على سن ال 31 هتبقى خلاص عجزت وجوزها لسه عنده صحته، هيروح يتجوز واحده ثانيه، هيروح يتجوز واحده ثانيه وهو يقول لك اصل هي خلاص ما بقتش ان هي قادره. فنحن بنحاول دايما يمكن ننشر ثقافه اللي هي تنظيم الاسره، واللي هي قصه الصحه الانجابيه. طب ما ده اللي كان الدكتور صبري بيتكلم بيه، هو احنا عملنا ليه وزاره للسكان؟ فقلت له عشان خاطر يعني مكافحه الانفجار السكاني. فقال لي لا، احنا محتاجين تنميه البشر والتنميه البشريه، عشان الست لما تكون متعلمه هي من نفسها مش هتعمل كده. ده جزء منه اساسه التوعيه. انت لغايه دلوقتي في ناس لما جونا في القصر العيني لما قلنا انت ما بتستخدميش ليه وسيله منع حمل، تقول لي اصل جوزي بيقول لي انت كده بتمنعي رزق ربنا. فيبقى لغايه دلوقتي انت عندك ثقافه مش عارف تغيرها. فلازم انا بقول ان اساس تنميه المجتمع هو كل الناس تشارك مع بعض، سواء الاعلام، سواء الاطباء، سواء رجال الدين. انت هدفك انك تغير الموروثات في اللي الناس ورثاها في دماغها. اصعب حاجه انك تغير اللي الناس اتولدت وتربت عليه، اتولدت وتربت ان انت ده رزق من ربنا وان انت كده بتمنعه. لا، احنا بنرد، انت بترد بالعلم، واللي هو ان انا الولاده المتكرره اللي ورا بعض، انت صحتك هتروح، هو ده اللي بعد شويه هيجي لك هشاشه عظام، مش هتقدري ان انت تخدمي لعيالك ولا هتقدري تخدمي جوزك، ومصيرك في الاخر ان ممكن جوزك هيروح يتجوز. تنظيم النسل ايه صلته بشعار صحه ولدي نهضه بلدي؟ انا هنا عشان الست تقدر ترعى العيل اللي هي معاه دلوقتي، لازم ما ينفعش ان هي تتلبخ بحمل تاني ولاده تانية. انت اللي بيحصل ان هي ست ولدت وهي بعديها بشهرين تحمل في العيل التاني، فالعيل الاولاني مش هتكمل الرعايه الطبيعيه ليه وهتوقف رضاعه، مش هتقدر ان هي تخدمه. بينما لما يبقى فيه
سبيسنج بين كل حمل وحمل على الاقل سنتين، تقدر ان كل عيل ياخد حقه الطبيعي، سواء ان هي رضاعه طبيعيه، سواء ان هي تربيه او تعليم، وان هي تقدر ان هي تتابعه وتشوف هل يا ترى ليه تطعيمات، تتابع التغذيه السليمه ليه. بينما الولاده المتكرره المتعاقبه الست لا هتاخد بالها، هي هتظلم الجنينين، هتظلم الاول. لو سبيسنج سنتين كانت اللي جات لك وهي عندها 20 سنه، دي كانت جات لك وهي عندها 25 سنه. 20 سنه المفروض دي اول خلفه يعني. بس طالما هي عندها خمس اطفال في سن ال 20 يعني بدات الحمل في سن 15 14 يعني كانت 25 هتجي لك وتقول لك انا حامل في ست عيال وهي عامله السبيسنج اللي حضرتك طالبه. ما جزء منه ان انت تكون في مراقبه للقوانين، لان انت الناس ما يكونش بيسننوا ولادهم، ان احنا لازم دي اهميه التعليم. ان انا بقول دايما اللي هي مش هتكمل تعليمها هي دي اللي ابوها هيتجوزها وهي سن صغير. بينما البنت لما هتكمل تعليمها هتضمن ان هي هتتجوز غالبا بعد سن ال 20، فتقدر ان يبقى فيه بين مبدئيا هتبقى فاهمه ازاي ترعى نفسها، هتبقى فاهمه ان الولاده المتكرره دي هي اللي هتسحب من رصيد جسمها، ففي الاخر هي اللي هتتاذي وهتتضر، وهي ولادها برضه هيتضروا وممكن جوزها في الاخر زي ما قلت لك هيتجوز. فالحقيقه احنا عندنا ردا على الجزئيه دي جزء من المشروع بتاعنا، ان احنا بنعمل كلاسز للاهالي من زي ما قلت لحضرتك من الاول خالص، بنبتدي بالبري مارايتال انه قبل ما يتجوزوا، وبعدين اثناء الجواز قبل ما يحملوا، وبعدين لما يحملوا وهم بيربوا اولادهم بنفهمهم. طب البري مارايتال ده بتجيبوهم ازاي؟ بنجيبهم مع ده بقى لحضرتك الدعايه والتوعيه الصحيه. احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الشباب معانا، مثلا من التوامه اللي معانا زي الجمعيه بتاعت مصر فاونديشن، عندنا مصريون اصحاء. مصريون اصحاء دول مجموعه من الاطباء عباره عن امتياز وطالبه كليه طب وخريجين كليات علميه ثانيه، اهم تارجت ليهم هو التوعيه الصحيه. بيروحوا ينتشروا في عيادات الخارجيه في المستشفيات، بيروحوا يزوروا الاهالي في البيوت، بيروحوا للاهالي في الجامعات الاهليه، في النوادي. حضرتك لما تنشر الفكر وتعرف ان عندك حاجه اسمها اللي احنا برضو حاجه من جزء من المشروع اللي هي مراكز الطفل السليم، هم لازم يعرفوا ان مش طفل ما يروحش يتعلق، الاسره ما تروحش لان الطفل عيان، لا تروح مراكز الطفل السليم. الطفل السليم ده اللي هيعمل التوعيه. حاجه اسمها مراكز ده اللي احنا ده حلمنا اللي احنا مفروض بنعمله، ده المشروع بتاعنا الخمس سنين الجايين، ده اللي عرضناه للرئيس وادانا عليه الرعايه، ان احنا خلاص بقى كفايه ما نبقى زي العالم المتقدم. احنا ناس عشنا في انجلترا، الجمعيه بتاعتنا كلها خريجين جامعات في انجلترا وكلهم متعلمين هناك، واحنا توأمه مع الكليه الملكيه البريطانيه لطب الاطفال، بالمناسبه هم اللي راعيين البرنامج ده علميا. عايشه في بريطانيا؟ ايوه. وجزء من الجاليه المصريه اللي كانت في بريطانيا؟ كنا هناك وتعلمنا هناك وخدنا شهادات هناك يعني، ورحت الكويت وعشت في الكويت. جزء من الخناقه اللي بتحصل في الجاليه المصريه؟ لا الحمد لله ما فيش خناقه. عشان كمان الجاليه اللي كانت في الخناقه. الحمد لله ما فيش خناقه. عايز اقول لحضرتك ان في حاجه اسمها الست سنوات الذهبية الأولى. الست سنوات الذهبية الأولى من عمر الطفل اللي بتتكون فيه جميع مدارك الطفل علشان يبقى إنسان بيعمل بيستعمل. هو حابب يبقى رياضي، هو عايز يبقى ساينتست، هو عايز يبقى دكتور. طيب ايه التغذيه اللي مطلوبه له؟ دي سنتين الاولى، دي سنتين فظيعين في عمر الطفل. وبعدين الاربع سنين دول العب معاه ازاي عشان انمي مداركه، اوريه وانا باكله ايه، اتكلم معاه ازاي، اما يسالني سؤال اسمعه ازاي، ارد عليه. ده لازم الام تتعلمه. لو الام اتشغلت في ده مش هتروح تجيب 20 طفل في 10 سنين. الام لو اتشغلت في ده هتبقى ابنها ده ثروه هي بتنميها وبتقعد عليها. أيه. وبكده انا هيبقى عندي دكتور ناجح ومهندس ناجح وعامل ناجح وبنا. لكن حضرتك احنا عندنا 30% من الاطفال المصريين عندهم تقزم. تقزم يعني طفل قصير وقليل الوزن ومتخلف عقليا. ليه؟ عشان ما بياكلش كويس يعني في اول سنتين. يعني في فتره من فترات هنلاقي ان 30% من الشعب المصري عنده المشاكل دي. لو ما وقفناش متخلف. انت حضرتك حضرتك انا ما بتكلمش على على احصائيات بتاعتي. أيوة. دي انترناشونال. دي في الدبليو اتش او. امال احنا واقفين ليه؟ وقلنا ان احنا فين جرس الانذار بقى لكل اجهزه الدوله في لازم الدولة. تعمله. وده اللي احنا بنقوله حضرتك. احنا كنا عايزين نوصل للمتطلبات بتاع اللي هي الموليريوم جولز في سنه 2015، ما عرفناش نعملها. ما عرفناش نعملها ليه؟ لان احنا ما قدرناش نخفض المعدلات دي، لا نرفع معدلات الرضاعه الطبيعيه المطلقه اللي مطلوبه، ولا نخفض معدلات التقزم في الاطفال، ولا نخفض معدلات الامراض المزمنه في الاطفال، عشان حاجه واحده بس، ان الامهات مش متعلمين ياكلوا عيالهم كويس. بس يعني لا طالبين طب ما عندهمش
مش لا مش ما عندهمش دي مش مشكله الصفحة. لان في اكل رخيص جدا وفي مطابخ بنعملها لهم نعلمهم يعملوا من العدس ومن الفول ومن السمسم حاجات رخيصه جدا اكل مغذي جدا. كان زمان العدس مش سهل. شوف حضرتك والبليله البليله دي اكله رائعه بدل الكورن فليكس ياكلهم بليله ياكلون بليله. بياكل مين كورن فليكس؟ في ما انا بالظبط كده اللي انا عايز اقوله لك. يعني لا احنا لازم نقول احنا رحنا الصعيد في 6 محافظات في الصعيد واشتغلنا والامهات في الصعيد عندهم حاجات بسيطه جدا اكل ومغذي جدا ويمنع كل الامراض ويمنع التقزم لان التقزم سببه ان مينرالز معينه في الاكل مش موجوده مجرد شويه معادن وشويه تريس اليمنت مش موجوده. يعني المفتقه بتاعت زمان تعمل شغل كويس مثلا طبعا اسود كده والعسل الاسود مليان. طب في طلب لحضرتك من محمد فكي. بدر مش عارف هو لحضرتك ولا لمين فيكم ارجو المساعده في تطوير قسم الحضانات في مستشفى جيهان الزاويه ونحن على استعداد تام بمشاركه والتبرع بسبب حضانات جديده بس الوزارة توافق. اتصل والله بينا احنا مستعدين. انا دكتورة حديثي ولادة وانتنس فيست يعني بتاع يعني الناس ومستعدين لساعد. الناس عايزة ظروفها بايظة مش ظروفها بايظة بيقول لك عايزين يساعدوا على استعداد تم بمشاركة والتبرع. يعني النهاردة ما الناس توصل لمرحلة تقول انا مستعد اتبرع ومستعد احط فلوس عايز موافقة مستشعر فعايز عايز الموافقة والوزارة ما بتقولش لا والوزارة ما بتقول لكن احنا الحالة اللي وصلنا ليها الناس انها حتى اللي عايز النهاردة خايف او مش عارف او متردد ده ممكن يبقى من العقبات اللي هتقابلكم. أيوة. ان هو انتوا ايه هو انتوا حكومه وانتوا جايين عشان خاطر عايزين تقطعوا خلافنا ولا انتوا جايين عشان خاطر يعني احنا كل خوف احنا مؤسسات اهليه احنا مؤسسات اهليه مش تابعين طبعا لنظام الدوله ولكن مش تابعين لوزاره الصحه او لوزاره التعليم وشغلنا هيكون كله جهود ذاتيه حتى الدكتورة عبلة تحت مظلة الدولة طبعا ومظلة رئاسة الجمهورية ان شاء الله لكن مش تابع لوزارة معينة بس احنا طرعنا جميعا من الوزارات الحقيقة يعني لكن انا القصد هنا كلها ان النهاردة حضرتك هيقابلوك وبالبدلة والكرافتة وحضرتك هيقابلوك لانك طبيب وحضرتك طبيبة ففي الاخر خالص في شبهة الايه الحكومة او الجماعة اللي فوق او الناس اللي هم يعني عايزين الناس لسه في عندها تخوف هنكسر حاجز الخوف ازاي في حته ان احنا نشتغل على ارض الواقع على ارض الواقع بالظبط اولا مش هنكسر حاجز الخوف لان الشعب المصري طبيعي يعني بتاعه ان هو بيحب يشتغل في اطار منظومه الدوله لكن الشغل المؤسسات والجمعيات الاهليه اللي عايزه تبقى شغاله مظبوط وتعمل حاجه على ارض الواقع لازم يشتغل وما يبصش على العقبات بتاعه اي وزاره لان الوزارات كلها عقبات مهما قلنا طبعا وزارة الصحة احنا اللي بيخصنا في المؤسسات الصحية هي وزارة الصحة وهي وزارة التعليم العالي اللي هي بتخص مثلا ممكن الأستاذ الدكاترة او لغاية دلوقتي احنا بقالنا 6 شهور شغالين الحمد لله يعني الحمد لله انه ما جالناش اي عوائق وشغالين على ارض الواقع على فكرة فين يا فندم بدأنا نشتغل في احنا مؤسستنا هدفها توعية مش هدفها علاج تمام رقم واحد ان انا اوعي ازاي الست زي ما الدكتورة عبلة بتقول اللي هي هدفها طفل احنا هدفنا ست الست ازاي تبقى فاهمه يعني ايه صحه انا قصدي يعني التوعيه رحت لهم نزلت طبعا الندوات احنا عاملين لغايه دلوقتي اكتر من حوالي 25 ندوه ما بين سقيه الصاوي ما بين المولات الكبيره بنعمل كشف في هم دول حضرتك اللي في المولات الكبيره وسقيه الصاوي المستهدفين حضرتك احنا لازم نتمكن من القاهره ما بعد القاهره لا تمام انا موافق ننتشر على القاهره اكيد فيها اماكن يعني اكثر احتياجا من المولات مظبوط ما هو دلوقتي في اطار تكوين الفرقه العمل اللي في كل مكان في القاهره لان القاهره كبيره ما نقدرش لازم يبقى في كل مكان في دكتور في معانا ممرضين من نفس المكان في الحاله دي يعني يمكن في خلال احنا عاملين تارجت في خلال اخر السنه ان شاء الله نكون لمينا القاهره بالكامل في حته التوعيه الصحيه مرض السكر الضغط الوزن النحافه الانيميا كل الامراض اللي احنا حاطينها هدف ان شاء الله على اخر السنه المفروض القاهره بالنسبه لنا تبقى تمام في التوعيه سؤال بايخ اتفضل التمويل منين التمويل لغايه دلوقتي ذاتي
بمعنى كله يعني انا مثلا قادر محتاجين مثلا 50,000 جنيه ندفع دكتور عمرو بمجهوده، دكتور قلب تغيير صمامات، دكتور سكر جاهز ان هو يكشف. اي جهه تمول حد ولا حد لغايه دلوقتي ولا اي حد تمول ولا حد دفع جنيه لغايه دلوقتي، كل تمويل ذاتي ولا الجمعيه الملكيه ولا اي حد. لا في جزئيه، ده الجزء بتاعنا بنتكلم على الجزء بتاعنا، ولا حد دفع، احنا بندفع كله مجهود ذاتي، كلها الناس الاعضاء ومجلس الامناء هو اللي عايز يعمل حاجه على ارض الواقع. نعم. طبعا من ضمن الحاجات بتاعتنا برضو احنا عملنا بروتوكول تعاون مع منظمة المرأة الافريقية، وده عندنا هدف استراتيجي فيه، وخليه ده يبقى سؤال لوحده لانه ده هدف قومي لمصر. منظمة المرأة الافريقية. دكتور يعني قبل ما نستكمل حوارنا عايز اسألك سؤال يعني في موضوع طب النساء، ليه الدكاترة النهاردة كلهم بقوا يعني بيستسهلوا ويولدوا قيصري؟ انت عندك ثقافة الاستسهال بقت في مصر في كل حاجة، المريض نفسه هو اللي بيستسهل، يعني جوز المريضة هو اللي يجي يقول لها دكتور ولدها قيصرية. هو ماله لا لا خالص لا لا، هو اللي بيجي جزء كبير من المرضى ممكن يجي يطلب يقول لها دكتور أصل أنا عشان تولد في ميعاد يكون بابا موجود ومامتها موجودة وضمن كل حاجة، ده جزء. فساعات المريض هو اللي الزوج المريضة هو اللي بيطلب، ساعات المريضة نفسها جزء منها إن أنت ما عندكش الثقافة نفسها، فممكن بيبقى عندها الأفلام القديمة اللي شايفة المريضة بتتوجع جدا اثناء الولاده وما تعرفش ان ممكن يبقى فيه اساليب امنه جدا وحاجات تخفف الالم، فيبقى عندها هي مخزون ثقافي عن ان الولاده قد تكون ان هي مؤلمه، قد يكون ثقافه الاستسهال سواء من الست الحامل او جوزها عندك جزء منه. انت ممكن تقول لي طب ما الستات زمان كانت كلهم بيولدوا طبيعي، اقول لك قارن الست بتاع زمان بالست دلوقتي، الست بتاع زمان اللي كانت بتشتغل وتتحرك وقاعده في الغيط بالست بتاع دلوقتي اللي قاعده ليل ونهار على كرسي ورجل على رجل، ثقافه الفاست فود قاعده على الفيسبوك. هي فين الست دي اللي قاعده حاطه رجل على رجل على في الشغل؟ قاعده في الشغل وفي الشغل. دول كام واحده من ست مصر؟ فيها 45 مليون سيده وبنت، فيها 45 مليون. قعدنا خمسه على الفيسبوك، فرجنا خمسه على المسلسلات، قعدنا خمسه في 30 مليون سيده في الارياف بيولدوهم قيصري دلوقتي. في مشكله شديده جدا في مصر. احنا كنا بره لو نسبه السيزاريان زادت عن 10% بيطلبونا ويقولوا السيزاريان زادت. احنا هنا في مصر بالمعدلات الرسميه من 50 ل 60% وفي الخاص 80 ل 90%. لازم نسال فنسال الدكتور. نسال. انا بقول لك هي منظومه من كذا سبب، في الاسباب اللي حضرتك قالت لي بالزوج ثم الزوجه اوكي في الاخر هنخلي الطبيب ولا الطبيب بالصحه موجود، وبرده في ممكن طبعا جزء منه ان الطبيب نفسه يكون ان هو بيستسهل، وعندك حاجات ليها علاقه بثقافتنا نفسها. هي الست دي عمرها ما، لو انت تقول لي طب هو ليه بره اغلبهم كلهم بيولدوا ولاده طبيعيه، اقول لك هي الست من وهي صغيره هي بتلعب رياضه، لما تلعب رياضه بيبقى عضلات ظهرها قويه، عضلات بطنها قويه، فلما توصل لاخر الشهر التاسع ما عندهاش مشكله، بينما الست المصريه اللي عمرها ما لعبت رياضه توصل على الشهر التاسع ظهرها بيوجعها تقول لي يا دكتور انا ما عنديش لسه نفس ان انا اقعد اول الطبيعي او ان انا نحزق. امي ما لعبتش رياضه، فبقول لك جدتي اللي كانت بتلعب رياضه، ولا ام جدتي كانت بتلعب رياضه. ده شغل وخير جزء منه. قد يكون صح يا دكتور عمرو، احنا ما بنعملش دورنا صح. خلينا نكون صريحين، الست دي يوم ما تحمل لازم يكون حد بيقول لها ازاي الولاده هتولد وازاي تولد بسهوله، وان الولاده الطبيعيه دي بتحميها من حاجات كتير. لازم نهتم بده، مش ممكن تكون حياتنا. طب احنا عشان نعرف ليه نسال سؤال بسيط، الولادة الطبيعية بكم؟ أيوة. الولادة القيصرية أيوة. بكم؟ أوكي. وبتاخد وقت قد إيه؟ القيصرية 3000 جنيه والطبيعية 500 جنيه جميل. والدكتور في الطبيعية يبقى احنا على 6 أضعاف. أيوة. هل من الممكن إن أنا النهاردة أقول، وبرضه بعض الدكاترة معلش أنا مش بحط حضرتك تحت هجوم في حاجة معينة، لكن حضرتك بس جت في بالي يعني، والرقم اللي قالته الدكتوره خطير 50-60% فعلا. هو في زياده في نسبه الولاده القيصريه في مصر في اخر كام سنه؟ ده زياده خطيره. هي لها منعكس كمان يا دكتور عمرو، ان انا البيبي اللي بيتولد ده من ام بقيصريه انا مش هقدر ارضعه من الدقيقه الاولى، انا مش هقدر اخليها تاخد بالها منه، هتفضل تعبانه يومين ثلاثه. دكتوره استاذ الطفل ده هياخد صناعي، هدخش خش في كل مشاكل الرضاعه الصناعيه. احنا بندمر حياتنا بان احنا مش عايزين نرجع لاصول الحياه اللي ربنا خلقنا عليها. انا بقول لك في قد يكون استسهال من الطبيب، في استسهال من المريضه،
في استسهال من جوز المريضه، حتى جوز المريضه نفسها انت بره عندك جوز العيانه ممكن يقعد معاها بال 16 و18 ساعه ويديها الدعم النفسي ما عندوش مشكله. ده افلام يا دكتور. لا لا خالص، لا لا خالص، ولماز والجو ده صدقني بيخش معاهم في الولادات وبيحضر معاها بال 16 و18 ساعه. انا جوزي دخل معايا وانا بقول يقعد معاها 16 ساعه. بينما الثقافه المصريه حتى الزوج المصري بيبقى شايف بيتمشى بره يا رب ولد يا رب. لا 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 خالص، هو ما عندوش بس بكام بقى؟ ما عندوش الخلق ان هو حتى انه يقدر يدي الدعم النفسي، لان هو ما ترباش على كده. ان انا بقول لك جزء منها ان انت بره هو اتعود ان هو ممكن يبقى داخل مع مراته ويقعد معاها تقول 16 18 ساعه. لا المسألة قلبه رهيف. بينما هنا في مصر لا، انت ما تربيتش على كده، فانت ما عندكش حتى انك تقدر الدعم النفسي. في جزء كبير من الازواج ما عندوش القدره ان هو يقدر يدي الدعم النفسي لمراته، فمش هيقدر يستحمل ان هو يشوفها تقعد 18 24 ساعه. فهو نفسه هو اللي قد يكون ان هو يستسهل ويطلب. انا قلت لك هي في ثقافه استسهال في مصر كلها، سواء قد تكون ثقافه استسهال من المريضه او زوج المريضه او اهلها او قد يكون من الطبيب، بس انا قلت لك هي منظومه كامله من كذا ومن كذا ومن كذا او قد يكون. يا دكتور خليك فيه. لا خلاص بقول لك فيه. استسهال فيه. من الكل، ما هو استسهال هو من الدكتور يا دكتور عمرو دكتور هو الفيرست ليدر للست الحامل هو دكتور النساء والولاده. دي حقيقه، حتى اكتر من دكتور الاطفال. فدكتور النساء والولاده لما هيقول لها الولاده الطبيعيه بالنسبه لك احسن وما تخافيش انا جنبك بنشرح لهم وهقعد معاكي، هي في الاخر هتولد طبيعي. في بعض المرضى قد تكون ان انت تشرح لهم، بس هو قد يكون الزوج من الاول لا يا دكتور طب خلاص يعني انت ممكن تشرح للناس. احنا بنمرن كاونسلرز انهم يقعدوا مع الامهات ويقولوا لهم ويعلموهم. لازم نغير ثقافتنا. طب انا مش عايز اتك على الموضوع ده عشان مش ده موضوعنا النهارده، بس يعني انا اسف ان انا اقول لحضرتك يعني عشان انا بقى في الموضوع ده، ان هناك الكثير من الاطباء يجبروا المريضات من الغلابه صح. على الولاده القيصريه. هي سايبرها، هي من حقها انها تسيبه. نعم من حقها، بس الغلابه مش وصلها للمرحله هو يوصلها لا لا انت هتولدي كذا وده في مصلحتك بقى هو اللي بيقول لها ده. فخلينا نناقش ده كده في يوم اوكي عن موضوع الولاده القيصريه. لكن نرجع تاني واحنا بنتكلم على هذا العمل المهم، وعندنا مؤتمر جاي على بداية الشهر اعتقد يوم 2 3/4 ان شاء الله، 3/4 يوم 3/4 و5. فهذا المؤتمر ان شاء الله تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. مؤتمر المشروع تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. المؤتمر بمعنى ايه؟ ايه اللي عندنا في المؤتمر؟ هسمع من حضرتك بقى، هسمع من حضرتك طبعا. يعني المؤتمر احنا الفكرة اللي جذبتك لهذا المؤتمر كانت ايه؟ انا دايما بقول ان العلاقة وطيدة جدا بالطب النساء والاطفال، يعني احنا في الاخر احنا الاثنين بنكمل بعض. انا اللي مسؤول عن 9 شهور اللي الجنين جوه بطن امه، هل يا ترى الام دي لو هي ما عندهاش توعيه كفايه ممكن تاخد بعض الادويه الخاطئه اللي تجيب لنا جنين عنده تشوهات؟ الجنين ده لما هيتولد الام ساعتها هتجري بيه على دكاتره الاطفال، وقد تكون هي مريضه فقيره ما تقدرش ان هي تعالج الطفل وتخش في دايلما ومشاكل كبيره بسبب. فيبقى احنا العلاقتنا ان احنا اساس طب النساء ان انا على مدار ال9 شهور من الاول اقدم التوعيه للست، اقول لها تاكل ايه؟ ما تاكلش ايه؟ الادويه الغلط. ويمكن الدور كمان بيبدا من قبل ال9 شهور، حاجه اسمها بري كونسبشن كاونسلنج، ان الست من قبل الحمل لازم المفروض اتكلم معاها. قد تكون مريض السكر، لو حملت دلوقتي تجيب لي جنين فيه تشوه، فاقول لها لا انت ما تحمليش دلوقتي، ظبطي سكرك وبعد كده احملي. ودي بنشوفها كتير جدا، تجي لنا واحده هي مريض السكر مش مظبطه سكرها، ما عندهاش معلومات عن تظبيط السكر، فلما تحمل في الشهر 5 لما نعمل السونار نكتشف ان الجنين عنده تشوه في القلب، فهي عاوزه تسقطه، فتروح تسال شيوخ الازهر فيقول لها حرام انك تسقطيه، فهتولد جنين هي معهاش امكانيات ماديه، فتبدا ان انت تفكر هل يا ترى هنجيب فلوس وهنجيب تبرعات من ايه؟ حلقه مفرغه بقيه الحياه كلها بالنسبه لهذا الطفل اللي هيولد عنده مشاكل. يعني انا بقول ان احنا كل سنه بنشتكي ان احنا بنصرف مليارات على علاج الضغط والسكر والقلب والالتهاب الكبدي الوبائي، بس عمرنا ما فكرنا ان احنا يمكن نقفل حنفيه المرض. فاساس اللي احنا بنعمله في مؤسسه مصر الصحه والتنميه المستدامه اللي هو نشر ثقافه الطب الوقائي، ان انا هدفي ان انا من الاول امنع المرض. يعني يمكن معلومات صحيه يعني. يمكن معلوماتنا عن المرض ان الست تفتكر ان هي لما هتعيا هتروح للدكتور هي كده عملت اللي عليها. لا، انا عاوز اوصل لخطوه قبليها ان انا امنع المرض. امنع المرض ازاي؟ ان انا اقول لها ايه هي عوامل الخطر. انت لو عرفتي عوامل الخطر هتقدري تحمي نفسك، سواء بقى مرض الضغط او السكر او القلب. انا مش هستنى لغايه ما تبقى مريضه وعالجها، لا انا هديها المعلومات وهي من حقها ان هي تختار. هي عاوزه تبقى زي باباها ومامتها مرضى لما تكبر؟ يعني انا دايما بقول احنا من واحنا صغيرين انت بتشوف قدامك سيناريوهات، هي بتشوف قدامها جدتها ومامتها جالهم مرض الضغط والسكر والقلب، بس هي بتمشي على نفس التراك بتاعهم في الاكل وفي الشرب وممكن قد يكون التدخين وعدم لعب الرياضه، ففي الاخر هي هتوصل زيهم، بس هي ما فكرتش
ان هي ممكن ازاي تمنع الكلام ده، فيمكن ده هدفنا من خلال نشر ثقافه الطب الوقائي. عليا محمد، المراه المصريه منهكه من العمل في البيت والشغل وخصوصا لو كانت مدرسه. والله انا لسه شايف واحده في جورنال الوطن بتشتغل ميكانيكي مواتير عربيات، بتهيألي بتتعب اكتر من المدرسه دي. خالد بيقول لماذا لا يتبنى التلفزيون والقنوات التلفزيونيه دورا في هذه التوعيه ايضا، هذا سيساعد طبعًا الحمله ايضا طبعًا في نجاحها. طبعا. امال احنا بنعمل ايه دلوقتي يا استاذ خالد؟ انت شايفنا ازاي؟ مين اللي هيحضر المؤتمر؟ المؤتمر ده معمول عشان ندشن المشروع وعشان نعرف المجتمع الاطباء المصريين احنا هنعمل ايه في برنامج حلمنا ده. المؤتمر بيستضيف 10 من اعلام طب الاطفال في مجال الطب المجتمعي من العالم. 7 من الكليه الملكيه البريطانيه ومؤسسه الطب المجتمعي في انجلترا، 2 من امريكا، 1 من كندا. الناس دي مش جايه بس ضيوف للمجتمع، لكن هم متبينين معانا الخدمه النوعيه لكيفيه تطبيق المشروع على مدى 5 سنين. الكليه الملكيه البريطانيه لطب الاطفال، انا كان عندي اجتماع يوم 6 مايو مع رئيسه الكليه الملكيه، وادتنا ابروفال ان هم هيرعوا المشروع في تطبيقه في مصر. وهي جايه في شهر سبتمبر علشان نمضي بروتوكول تعاون ما بين الكليه الملكيه البريطانيه وما بين مشروع حلمنا لتنفيذ المشروع على ارض مصر. المؤتمر ده هيحضروا جميع الهيئات المشتركه في المشروع، اللي هم ايه؟ اللي هم مجمع الجلاء للقوات المسلحة، وهو الراعي الرئيسي لهذا المشروع، واللي ادونا الحقيقة كل الدعم وتبنونا في فكرنا لغاية ما قدرنا ننفذه، مع الخدمات الصحية في القوات المسلحة برضو كانوا على دعم كبير لينا، والأكاديمية الطبية العسكرية. ده بالنسبة للجيش. معانا من الهيئات المجتمع المدني الكلية بتاع الجمعية بتاعتنا اللي هي الجمعية المصرية أعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، 57357 اللي هو مركز كنز الأطفال، جمعية مجدي يعقوب، جمعية أطفال مصريون أصحاء، جمعية استشاري الرضاعة الطبيعية المصرية، جمعية مصر فاونديشن، دول كلهم حاضرين معانا وداعيين جميع رؤساء الاقسام من الجامعات ورؤساء الاقسام من وزارات الصحه والاستشاريين وعدد كبير جدا من شباب الاطباء. احنا عملناه في مسرح الجلاء علشان يستوعب عدد كبير من الناس، علشان عايزينهم ييجوا مش يسمعوا قد ما يناقشوا. لما كنا بنتكلم مع السيد سفير ناصر كنا بنتكلم على التمويل، فحضرتك قلت لا بالنسبه للاكاديميه موضوع مختلف هنا. احنا التمويل بتاعنا الحقيقه احنا الكليه الملكيه ما بتقدمش فلوس. الكليه الملكيه بتقدم هيومن ريسورسز، انها بتدينا النو هاو، بتعلمنا وبتدينا حاجتها ببلاش. يعني هو انا لما اروح مثلا هعمل، انا عامله مثلا من الحاجات اللي هو بنعملها، عاملين مشروع لتعليم الاطباء الطب الاطفال الاكلينيكي على عن بعد. يعني مشروع هيبقى اي دكتور قاعد في بيته يفتح الكمبيوتر ويقدر يتعلم عن بعد. دول هم اللي داخلين معانا في انهم يدونا النو هاو ونعمله كويس، لكن ما بيدوناش كاش ماني. لكن احنا مجمعين فلوس ومعانا شركات داعمه، يعني في مؤسسه اسمها مؤسسه السماحه المصريه الاوروبيه للتطوير، دي مقدمه ورق للرئاسه بدعم بمبلغ كبير. بنجمع من الشركات اللي هم الاهليه والمجتمع المدني. انا مبسوط قوي ان حضرتك ممكن اطلب منك خدمه. اتفضل. يعني خدمه شخصيه تجاري، عندي رساله. اتفضل. انا عندي طفل حالة سيريبرال بالسي، علاجه ألبانه مكلفة ومش عارف أعمل إيه، والتأمين قال عندي لوائح ما أقدرش أتخطاها وأنا من الأرياف ومش عارف أعمل إيه، والدكتور بيقول ملوش علاج والحالة ضمور كامل، ماذا أفعل بالله عليكم؟ تعبت، ممكن حد يكلمنا؟ تمام. الضمور الكامل ده مراحل، ولازم يتعمل له تقييم كويس جدا منه. احنا عندنا فرصه كويسه جدا ان جاي لنا الاستاذ الدكتور احمد الحشاش في المؤتمر، ودوت بيستعمل الستام سيلز في علاج كثير من امراض الاطفال. دكتوره رقم المتصل اهو، وهي تتصل يعني بيا. ممكن نسيب حضرتك التليفون اهو. حلو قوي، ممتاز. التليفون امانه ممتاز. عند حضرتك انا يا حاضر يعني وهنوصلها بالدكتور احمد الحشاش، لان في تجارب كتيره جدا بيستعملوا الستام سيل في علاج السيريبرال بالسي. وممكن ست سفير بقى تساعد هذه الامه وهذا الامر في موضوع الالبان، والرقم اكتبه تاني ولا لا خلاص كفايه ان شاء الله. تمام. طيب يعني بما ان عندنا المؤتمر عايزين نخرج منه بايه؟
نخرج منه ان احنا نعمل بقى الحلم يبقى واقع. نلانش الحلم. عندنا مشروع كبير اللي هو اللي يعني 3 و4 المؤتمر، ايه اللي احنا هنعمله يوم 5؟ يعني نقول احنا تمام تم الموضوع 3 و4 بنجاح ان شاء الله. طيب. يوم 5 بقى هنعمل ايه؟ الموضوع ده عايز تمويل كبير. مش هينفع بقى يعني احنا عندنا تمويل للمشروع. المشروع حلمنا من في ناس حاطين، لا مش قوات المسلحه، في ناس من خارج مصر كتير داخلين، في شيوخ، هيبقى من جهات منحه كتير في مصر، في مصر ناس شركات حاطه فلوس، واحنا عاملين بروسيس. يعني انا كنت لسه في سي اي بي، وعدني ان هم وعدوني ان كل هم يعملوا دعم. اعتقد هتدخل يعني كل احنا الجهات المنحيه. الناس حضرتك لما بيحسوا بصدق المشروع مزبوط. وانه مفهوم كويس والياته مفهومه كويس وبيشوفوه انه موجود على ارض الواقع بيتعاونوا جدا. واحنا مثلا بقالنا 2 بنشتغل في 6 محافظات. حضرتك بتقول القاهره، احنا ما كناش في القاهره، احنا كنا في اسيوط. هو اللي راح المولات بس. ايوه لا احنا كنا في اسيوط، كنا في سوهاج، كنا في هنا، كنا في الزقازيق، كنا في القليوبيه. على فكره القليوبيه من اعلى معدلات التقدم في جمهوريه مصر على 60%. القليوبيه فكانوا في محافظتين في الوجه البحري. طب ايه ده درسناه بقى، لقينا في التغذيه بتاعه الاطفال في كل المحافظات الـ6 كانت التغذيه اللي هي التكميليه اكتر أسوأ من التغذيه الطبيعيه. في القليوبيه كان الرضاعه الطبيعيه والتكميليه كانوا ديفكتيف جدا، وده كان سبب التقدم العالي عنده. ازاي الرضاعه الطبيعيه؟ الاطفال ما بيتعبوا، الام ما بترضعش، تقسم بالاذات يعني بتسحب، بتطلع حد مثلا تاخد قيصر، طبعا معظمهم قيصريات، فيقولوا لهم اللبن ما بيجيش الا ثالث يوم، طب اديله حاجه في الاول. وبعدين الست لما تيجي تحط البيبي على صدرها ما تلاقيش حد يساعدها انها تتعلم ازاي ترضعه، واحده الولد بيعيط، طب نجيب له بيبرونا، وهي زي ما احنا بنقول يا استشاريين الرضاعه الطبيعيه هي اول شمه، هو خد اول بيبرونا، انتهى، بيتعود على البيبرونا، الدنيا بتبقى كده، اللبن بينشف، الدنيا خلصت. فهي قصه التوعيه الصحيه اللي برضه هدفنا فيها. احمد علي غالي بيدافع اهو، بيقول على فكره بالنسبه لموضوع الامهات اللي بيولدوا قيصري، غالبا الام دي بتعاني من مشاكل صحيه طول الحمل بتمنعها من المشي، وبيؤدي للولاده القيصري في الاخر لانقاذ الطفل والام. انا قلت لك ان دي جزء من الكلام، ان هي توصل ان هي عمرها ما لعبت رياضه، ظهرها ضعيف، توصل لغايه اخر الشط. انا ما هو المفروض، انا نفسي ان انت في البلد تتغير في يوم من الايام والناس تلعب رياضه. يعني دايما ليه انت هنا في مصر يجي لك 2 اجانب عندهم حاجه و80 سنه ولا حاجه و70 سنه وبيتمشوا وصحتهم كويسه، بينما انت هنا عندك في مصر الناس ما توصلش للسن ده، لان انت مش عايز زيهم، سواء الاكل او الشرب او الاهتمام بالنفس، سواء بقى بالتعليم او ان احنا نلعب رياضه، الثقافه دي مش موجوده عندك في مصر. فيمكن احنا قلنا هنحاول ان احنا نغير الحاجات الموروثه في دماغنا، وكان يمكن لو حضرتك بصيت قدامك على كراريس تلوين احنا عاملينها، بنحاول ان احنا نبدا نشتغل على اولادنا الصغيرين. عاملين كراريس تلوين بنكافح بيها كل الامراض. سامبو يتحدى مرضه. احنا عاملين شخصيه اسمها سامبو، هي دي ابتدينا، دي كان جزء من الانشطه اللي احنا بنعملها سواء في الساية او مولات. الام وهي بتكشف، احنا مطلعين في مبادره اسمها رقمك حياتك. رقمك حياتك يعني بقول لكل ست، زي ما انت عارفه رقم ضغطك، وزي ما انت عارفه رقم الموبايل بتاعك ورقم الكريدت كارد، انا عاوزك تبقى عارفه رقم ضغطك وسكرك والكوليسترول ووزنك. في وقت ما احنا بنقدم الخدمات دي للامهات، كنا الاطفال بنجيبهم ونوزع عليهم كراريس التلوين ونبدا نلون. لو بصيت قدامك هتلاقي الكراريس التلوين دي مغطيه التدخين، الحمى الروماتيزميه، هشاشه العظام، والسن الاكبر من كده داخلين لهم بحاجه قدامك بريجننسي كوميك، ان انا السن الاكبر من سن الاطفال عاملين اول كوميك صحي. يعني دي لو انت فكرت هتلاقي ان احنا الكوميكس نسمع عنها سوبرمان باتمان، بس عمرنا ما سمعنا عن كوميكس حاجه للصحه. يعني لو فتحته هتلاقي بيتكلم عن الحمل، ده ليفل اعلى من ليفل الاطفال. يعني احنا عاملين الاول كالرنج بوكس للاطفال، عملنا بعد كده البريجننسي كوميك، لو فتحت هتلاقي بيتكلم عن كل الحاجات اللي هي ليها المشاكل اللي الست ممكن تشوفها وقت الحمل. انا عاوز بناتنا وهم لسه في مرحله المراهقه قبل ما يتجهزوا ان هم هيكونوا اتجوزوا يكون عندهم المعلومات الكفايه. والبروسيس اللي احنا شغالين فيها دلوقتي ان احنا الكالرنج بوكس والبريجننسي كوميك هنبدا نحطها كابلكيشنز على الموبايل والايباد. يمكن مشكله الكالرنج بوكس ان انا في الاخر انا بيواجهني مشكله ان انت عاوز تطبع كميات كبيره، وانا دلوقتي انا قاعد في القاهره محتاج تكلفه، وانا دلوقتي قاعد في القاهره وانت تقول انت ليه ما بتطلعش المحافظات، فانا لما هحطها على الابلكيشن انا خلاص اللي في الدلتا وفي الصعيد وانس ان هو نفس الابلكيشن، وهنا في مصر بقى خلاص يعني كل الناس بقى معاها موبايلات. في الصعيد ومعاها سمارت فون. في ناس معاهم كتير. في ناس معاهم كتير. كتير لا كتير. كتير يعني ناس معاهم كتير يعني. 7% نسبه البنتريشن بتاع السمارت فون في الموبايلز ماشي. في مصر. في مصر. فهيقدر ان هو الناس تنزل الابلكيشن سواء بقى على الموبايل او ايباد،
انت يمكن بتقول ركز دايما انك تقول لي طب والفقراء، انا بقول لك لا، الغني والفقير في مصر هما الاثنين متساويين، ان هما عندهم جهل الثقافه الطبيه. طيب. سواء واحده، يمكن الفرق بين الغني والفقير ان الغني لما هيعي يروح للدكتور، بينما انا عاوز ان الغني والفقير هما الاثنين ما يجوش. فركزنا مع اولادنا. طيب. من الاول قلنا هنركز مع النشء سواء بالكالرنج بوكس، وقلنا بعد كده الفكره هتنتشر عن طريق الايباد والابلكيشن. وخليني اقول لك ان دي هتبقى، انا عاوز اخرج بره حدود مصر، فاحنا ابتدينا ان احنا الايام دي شغالين على الكالرنج بوكس على حاجات مواضيع تهم شرق افريقيا وغرب افريقيا. يعني عاملين كالرنج بوكس عن الختان، عاملين عن الختان وعن الايبولا، عشان تبدا ان انت تتوسع كمان. انا بقول دايما قوه مصر الحقيقه في قوتها الناعمه، في الناس اللي فيها بيفكروا ان انت واي نوت ان انا اخرج لبره الفكر اللي انا عندي هنا في مصر، ابدا ان انا اصدره بره. بس يمكن لو كان برضه مشكله انك تصدر الكتب دي لبره او انك تطبع، دي مكلفه جدا، وهوصل ازاي للناس في افريقيا؟ فبرضه بنفس فكره انك لو حطيت على ابلكيشن او موبايل، الفكره هتبقى ريبليكابل وسكيلبل، وتتاخد وممكن تتغير اللغه واللغه تتغير. وتاني حاجه ان انا سستينبل، وانس انت نزلت الابلكيشن لو انت عايش في اثيوبيا هيفضل معاك للابد، معاك المعلومات. فيمكن الهدف نشر توعيه صحيه مش بس في مصر، في مصر وفي بلادنا العربيه وفي افريقيا. نعم. طيب عندي نقطه هنا، في شاب عمره 35 سنه قابل جراح اعصاب سويدي، فالراجل صدم لما عرف ان هو عمره ما حد علمه لا في المدرسه ولا في البيت ولا في الجامعه ولا في الشغل يقعد ازاي ويقرا ازاي ويستخدم الايباد ازاي ويستخدم سمارت فونز ازاي. وقال له ان هم عندهم في السويد افلام كرتون للاطفال في سن 6 سنين بتعلمه ازاي يقعد وهو بيشتغل على الديسك بتاعه وهو بيكتب وهو بيستخدم التليفون وما الى ذلك. احنا بنتكلم بقى على حاجات احنا بعيده تماما عن هو ده اللي بسيطه قوي، هو ده اللي بدانا فيه، ده في المؤسسات اللي بدانا. بس انتوا دخلتوا على طول على سامبو يتحدى التدخين، بس رامبو. قبل ما سامبو يتحدى التدخين كنا عايزين سامبو يعرف يقعد، معلش، لانه في اطفال كتير دلوقتي بتشرب سجاير. هو ده حضرتك مراكز الطفل السليم اللي انا بقول لحضرتك عليها، اللي بتهتم بالست سنوات الذهبيه الاولى، اللي هي بتعلمه قواعد الحياه، بتعلمه بتعاونه ازاي ينمي مداركه، بتعلم امه تشتري له اللعبه ايه امتى، تبتدي تتدرج. كنا نشوف يعني كنا نشوف مثلا المدارس الداخليه يبقى بالبريطانيه الولاد قبل سن 12 سنه او اظن 11 سنه ما عندهمش مخدة على السرير. فالطبيعي ان الطفل ده، الطفل طول ما جابش 12 سنه ما يبقاش عنده مخدة على السرير. ده لا يعني ما عندوش مخدة، دي مش حقيقي. في الاول في النيو بورن في حديث الولاده قوي لا، لكن بعد ما بيبقى سن الانفنسي اللي هو سنتين لاربعه تطلع لازم مخدة رفيعه عشان ما يحصلش النفس يتعب يعني. طيب انا عايز اسال سيد سفير، يعني بما ان انت في هذا الجهد وفي هذا الكلام النهارده، الناس اللي عايزه تشارك معاكم تعمل ايه؟ اهلا وسهلا بيه. يعني احنا لينا موقع ولينا صفحه ولينا كل حاجه، يعني اي حد يشارك معنا. عندنا يا جماعه اسم الموقع والصفحه ولا ننزلهم على الشاشه ولا نقولهم احنا من هنا موجودين؟ هو ممكن من على الفيسبوك. احنا منزلين صفحه اسمها يو ار مور امبورتنت، انت الاهم، هي دي موجوده عربي انجليزي. بدأنا بدأنا بانت الاهم، لان هي المراه هي الاهم، اهم حاجه في المجتمع انت الاهم. انت على الفيسبوك انت الاهم، يو ار مور امبورتنت، يو ار مور امبورتنت، انت الاهم، هو حاجه واحده. يو ار مور امبورتنت ولا يو ار ذا موست امبورتنت؟ لا، يو ار مور امبورتنت، مور امبورتنت، يو ار مور امبورتنت، انت الاهم. دي اللي عايز يتواصل معانا او يساهم يدخل معانا، اهلا وسهلا. هيدخل بمجهود وبفعل ourdreamag.com، مشروع حلمنا ourdreamag.com، ourdreamag.com. طيب يعني عندي بس سؤال اخير جاي لي برضو، بيتكلم على انيميا الفول وافضل يعني نظام غذائي ليها. يعني تجنب الحاجات اللي بتسبب التكسر في الدم بانيميا الفول، زي الفول الحريتي والفول الحاجات، كل حاجه لها اثنين فصين، الحاجات اللي ذات الفصين، كل دوت بيسبب تكسر الدم. الدوره قشور، الدوره يعني، الفاصوليا، الفول، يعني معظمها في البقوليات. البقوليات ذات الفصين يعني تقدر تكسرها اثنين، يعني اللوبيا شغال، لوبيا ماشي، الفاصوليا شغال. ودي لو تجنبها بيبقى عادي خالص، لكن اللي بياكل منها بيحصل له تكسر شديد في الدم. عظيم. في حته بعد اذنك يا استاذ اسامه، الحته اللي اتكلم عليها الدكتور عمرو دي النقطه الرئيسيه يمكن ان شاء الله اللي بنشتغل عليها.
بتاعت منظمه المنظمه الافريقيه. نعم. المنظمه الافريقيه دي موجوده هنا في مصر وليها نادي اسمه نادي المراه. برضو دول عملنا معهم بروتوكول تعاون لنشر الوعي الصحي. احنا اتكلمنا في غرب وشرق، احنا يهمنا حوض النيل. نعم. هو ده القوه الناعمه اللي احنا بنهدف بيها ان احنا نساعد بلدنا. والله افريقيا ككل يا دكتور أنا عندك حق. تمام، بس انا عايز حوض النيل لانه طبعا ده البعد الاستراتيجي. طبعا البعد الاستراتيجي بتاعي اللي هو منطقه النيل، بدل ما انا ادخل معاهم في مشاكل، لما الناس يلاقوا مصر ودكاترة مصر بتساعدهم وبتعالجهم مش ممكن يعملوا معانا مشاكل. دي نقطه رئيسيه. والنقطه الاخيره من ضمن الحمله بتاعتنا، احنا عايزين يعني استاذن حضرتك من خلال منبر بتاعك تنادي بهوت لاين للتحرش، لانه التحرش احنا سمعنا عنه بروباجندا بس، لكن ما تعملش فيه حاجه. النهارده بنت الناس مش ممكن تروح تعمل محضر في البوليس علشان التحرش. لا في التحرش متهيألي اكيد في حاجة، اعتقد حاجه تبع المجلس القومي للامم، اعتقد يمكن محتاج توعيه نتيجه يا دكتور. يعني ما جابتش نتيجه. القانون الاخراني ان اللي هيتحرش اي واحده بنت ناس مش هتعمل محضر في البوليس، مش هتروح القسم عشان تعمل محضر في واحد بيتحرش بيها. والحاجات دي انتشرت في الوقت اللي احنا فيه، فيا ريت حضرتك تنادي بالموضوع ده. خلاص يعني حضرتك ناديت بيه. احنا من ضمن هدفنا ده، من ضمن هدفنا. نعم. لكن حضرتك اعلامي قدير وربنا معاك. الله يخليك، ما تحرمش. يعني انا استمتعت بالحوار مع حضراتكم، بتمنى ليكم النجاح باذن الله، اولا في المؤتمر لان هو اقرب شيء، ثم في الحمله، واعتقد ان هيكون فيها الكثير من مشاهدينا هيكونوا بيشاركوا معاكم ان شاء الله، ويكبر هذا الموضوع. وهاخد من كلام حضرتك ومن كلام الدكتور معتز عبد الفتاح، وان الدكاتره عايزين يساعدوا بره، ويساعدوا برضه من كلمه الدكتور معتز الشعب المصري الشقيق برضه يساعدوا. ايوه الشعب المصري الشقيق. بشكر حضرتك دكتوره عبله احمد الالفي، المدير التنفيذي لمشروع حلمنا، والممثل الاقليمي بالشرق الاوسط للكليه الملكيه البريطانيه لطب الاطفال. شكرا لحضرتك. وبشكر ست سفير ناصر الشرباجي، سفير النوايا الحسنه، ورئيس مجلس امناء مؤسسه مصر للصحه والتنميه المستدامه. شكرا لحضرتك. وبشكر الصديق العزيز الدكتور عمرو حسن، سفير التنميه العربيه ومدرس امراض النساء بكليه الطب جامعه القاهره. شكرا لحضرتك. بشكركم، هنلتقي بكره على خير ان شاء الله. احنا النهارده يمكن بطبيعه الحلقه كده، بطبيعه ضيوفنا بالفقرات المختلفه، في يعني شعور ايجابي متوجه من استوديو القاهرة 360 لحضراتكم. أرجو أن هذا الشعور بالإيجابية يبقى مستمر معانا، مش بس عبر شاشات التلفزيون، ولكن في مجمل حياتنا. أشوفكم بكرة على خير، وتصبحوا على خير.